إلى تذكيري بأبرز وأهم العناوين. محافظو صلاح الدين يحدد أولويات المشاريع والأعمار في المناطق المدمرة خلال اجتماع مع رئيس صندوق الأعمار. الطلاب وأولياء أمورهم يتظاهرون أمام تربية صلاح الدين احتجاجاً على حجب درجاتهم بلا تبريرات منطقية. مفوضية الانتخابات تطوي صفحة الطعون وتتوقع إعلان النتائج النهائية بغضون أيام، ووحدة البيت الشعبي بالواجهة. وحكومة الأغلبية السياسية أقرب خيارات الحل المقبلة، والعراقيون بين فكي عودة النازحين وخطر العطش بين إيران وتركيا. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.